في الوقت اللي تم فيه عقد قمة القاهرة للسلام، كانت الشاحنات والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بتعبر معبر رفح في طريقها إلى أهلينا في غزة. وأول شاحنة وصلت للقطاع كانت شاحنة تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تزامن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع عقد قمة القاهرة للسلام 2023، وهي القمة التي تطلعت فيها مصر إلى حشد كافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد وحماية المدنيين. وحرصت الدولة المصرية منذ اندلاع العدوان على غزة على إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل للتخفيف من المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي. وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أنه تابع تحرك المساعدات من خلال معبر رفح حتى وصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني هي شاحنة التحالف الوطني. ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوداً مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش. وتضم القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40000 بطانية و50000 قطعة ملابس، بالإضافة إلى أكثر من 300000 علبة أدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات. وعملت مصر خلال الأيام الماضية على حشد المجتمع الدولي كافة حول القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة وقف العنف وخفض التصعيد بشكل كامل ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التي تتعلق بضرورة إدخال مساعدات عاجلة إلى غزة والتعامل عبر المسارات السياسية والدبلوماسية بعيداً عن لغة العنف والسلاح التي لن تولد الأمن والاستقرار في الإقليم.